hope this success here. How do you know about the vaccine to the news of the new success at the university? But it's the December 3rd exam. But it's the economy. ليه؟ لأنه والله في المشكلة في المشكلة كل اللي قاعد عندنا. أنا عندي مشكلة حتى في الزراعة في الاقتصاد في الصناعة في كذا ثاني ريسيرش سودانيز عمل فيها ريسيرش وببلش الكلام ده أو ما ببلش. يعني الريسيرش موجود لكن بس المفروض إحنا نلقاه في حتة ما. وإما الجوال كان في الفيسبوك. حتة كل الموجودين فيها كل الناس موجودة فيها فبكل بساطة المفروض نهتم هناك ونبدأ العمل هناك. منو؟ المعهد المفاد ده أي زول. أي زول ليترالي أي زول. الشاب اللي قبل شوي سمعنا حبيت انه نستعمل الفيديو ده عشان نعرف انه في ناس عمره بدايه سنه عملوا بابليكيشن في فيري برستيجيس جيرنالز وكده. فاي زول مننا عمل الهوم وركس الريبورت اللي ممكن يتعمل في الثانوي لحد الناس اللي بيكتبوا كتب. فده كلهم معنيين بالمبادره دي نماذج للحياه اللي بتحصل لها شير في الورد بتاع الفيسبوك. واحد هنا ما زالت الدين مستمره لجميع الزمالك ما بعد الدكتوراه في اليابان. دي حاجه محتاجين احنا كريسيرشرز كده تاكسي هنا علمي فهم المعلومات مع قبيله اللي كان امبارح المجموعه بتاعت الوزاره. ثاني حاجه كورس اوبن اون لاين كورس دي حاجه الناس بتتعلم بها الى اللي كده. جميل؟ ده ريبورت عن الاي تي بي اي ريجن 8 الاون لاين ميتنج بتاعهم. ده ريسيرش عن ريفيجيز الصوماليز والسودانيز موجود برضه للناس اكسسبل بالنسبه لهم. ده كون دي كونفرنس بتاع المايكروبيولوجي هيكون اول واحد في السودان هنا. ودي حاجه لسه بيعملها الناس كل الكلام ده تم عبر الفيسبوك عبر مبادره الباكستان السودانيه. المبادره عباره عن الطابع بتاع فردي ما عندها ليها طابع يعني ما في زول في فوق يقول المبادره دي والله المبادره بتاع كل زول فيهم. فزي ما هسه احنا بدينا الورك شوب دي بمبادره بتاعت زول سال كان قلنا ما عرفت كيف البحث العلمي كيف كنا عملنا استطلاع في كم منهم موجود في الجروب ده مش البحث العلمي لقينا ما عرفت شويه جدا الناس دي. طيب المشكله وين؟ المشكله الناس ما عارفين انه هذا ما عارفين كيف نكتب لو عرفوا كيف نكتب ما عارفين كيف ينشروا. ففي مهمه جدا يعني ف 200 المفروض الكلام ده يحصل هسه من اسس طوالي احنا ماشيين الكتاب المفروض الكلام ده يبدا وده كله الموضوع عن مبادره الباكستان السودانيه. ما نشر اي حاجه. فدي حاجه كويسه لان عندنا فرصه
احنا بنجهز 66 بحث ان شاء الله هوبفلي بعد الورش دي تتنشر يعني. بس انا برضه عملت هل يتنشر مشروع التخرج في ورقه علميه؟ الناس ما نشرت 18 بس اتنشروا فالفرصه برضه. دي الاحصائيات. ففي كورليشن بشكل ما ما بين اللغه وما بين النشر. بشكل ما انا ما بدعي انه والله انا these my findings and this original research I'm going to publish. لكن انا اشوف كيف الصينيين الحقيقه ان احنا الفورم بيرسونال ديتا تكون كلها موجوده يعني كل زول. وانا طلبت من الناس انه عنده ويكيبيديا بيجز حطوا فيها المعلومات بتاعتي يعني في ناس حضاريه انه ممكن يكونوا وانا مع مين. وكريستوفر كولومبوس اكتشف امريكا وتلقى في التاريخ ما كان فيها زول. بس الفرق الوحيد هو البرنتنج ماشين كانت مع الناس البيجر اكيبمنت. كنت بقول لطلبتي في محاضره بتاعت الانفورميشن بتاعت الانترنت تكنولوجيز تلقى الفرق الوحيد اللي كان بين الناس دي وبيننا احنا انه دي الواحد بيوصل لحته ميكي ماوس الحته الفلانيه بيجيب ناس وبيوصلوا كده وبتاع. احنا هذا الواحد بيكون قاعد يدمن على عميل لكن ما قادر يقول هي انا هم ده وده هم عميل. دي الحاجه الوحيده. فاحنا ثرو الببلشنج والبروموتنج البروموشن للببلك الببلكيشن وكده وبتاع ده يقول هاي احنا هنا عشان ما يقدر يكتشفنا يعني.